نشوف تهامة للإعلام. ما هي المناطق اللي اخترقها؟ اخترق 82.5 وصل 90 الآن، 82.50. طيب السهم من فين سقط؟ من قمة عام 2020 أعلى قمة إلين أدنى قاع في ديسمبر. أعلى قمة محسوبة علينا بعد هذا 244 ريال، 244 ريال، من 244 إلين سقط السهم حتى مستوى 62 ريال. إذا وفق تهامة باقتحام 94.60 استراتيجيا خلال هذا الصعود، وهذه أهم مقاومات الآن، وقريب فجوة، قريب فجوة عند مستوى 95.70، الهدف 105، قريب منطقة 23 فيبو من موجة الرئيسي، على فاصل اليومي برضو منطقة الفجوة الأولى، ومنطقة الدعم قريب 94.60 هي متوسط 100. الآن هو مخترق 50 ومقفل أمس فوقها. تحول دعم تهامة إلى هذا، إلى هذه المنطقة الآن اللي هي مفروض ما يكسر 90، خلاص هذه منطقة المحافظة على الأرباح. أما الدعم سيكون متوسط 50 وهو يقرأ قريب 87 86 30 تقريبا. السهم ما شاء الله أنهى دور واحد، وشوفوا الآن سقف القناة فين، يعني وجودكم دائما فوق 85 86 30، أنتوا فوق دعم الدور الأول. أي اختراق ل 94 60 إن شاء الله الهدف قريب 105. وشوف هذه كلها فجوات هنا مرورا بمطب حاجز الثلاثة أرقام 100، وهذا برضو مقاوم، بس أنتوا فرقوا الآن ما بين الأهداف المضاربية والأهداف الاستراتيجية. خلاص لا يكسر 90، السهم ممكن يتجه إلى 94.60 متوسط 100.